بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتعريف المستمعين على مجلة جاك في ام. وسيكون هناك فقرة يوم الاثنين من كل أسبوع ولمدة 40 أسبوع في السنة، وهي فقرة فن الفرح، غناء، ولكن مفرح ليكون جميع من يحضر معنا هنا في الاستديو الإذاعي من مصر والتابع للمجلة ولشمس مصر، وهي شركة مكة سمارت من مصر، شركة استثمارية. وأيضا المجلة، مجلة جاك في ام، اي فويس ماجازين، مجلة صوتية لها ايضا تصريح من لندن وتطبع في مصر. سيكون بث تجريبي وعلى التليجرام على قناة هاشتاج فوز اكس اي 5002، او بمعنى اصح نتابع الاشارة، هذا اسم القناة على التليجرام. وأيضا سوف يتم تحميل الفقرة على اليوتيوب بنفس العنوان. طبعا هنا تسجيلات صوتية، وفوز هي صاحبة هذه القناة، والتي تتدرب هي على الغناء، واخترنا لها أغنية الآهات لأم كلثوم. إن شاء الله ستكرر الآهات مع سماع كما نسمع هنا صوتها مع سماع طبعا أنتم تسمعون، ستسمعوا الأصوات جميعها. وأيضا تسمع الفقرة التي شاركنا فيها المخرج، مخرج عزيزي زلزال أو عزيزي مخرج وحيد، المخرج العظيم وحيد حافظ. طبعا أيضا في المجلة سيكون هناك ديوان للمخرج عزيز حافظ، وإن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء أي هناك يوم الثلاثاء للديوان، ثم الثلاثاء الآخر للكاتب العظيم
صاحب المؤلفات للثقافة، وسيكون كتابه يقرأ من الكتاب بصوته Arabic for you. وهذا الكتاب منه 7 إصدارات، الإصدار الأول عام 97، طبعا هو كتاب لم يسبق أن يكتب باللغة العربية، يعني هو كتاب Arabic as second language. لمن لا يعرف العربية يستطيع شراء هذا الكتاب، وهو 3 أجزاء سيطبع، وأيضا سيتم قراءة الجمل والكلمات، ولكن ستكون الطبعة 8، لأن الطبعة 7 كانت في 2011. السبب، الطبعة 8 جدد كلمات جديدة في مجالات شتى، وأيضا سنستخدم كلمات تخص الثقافة التي هي بالإنجليزي، يعني هناك كتب كثيرة بالعربي عن الثقافة، ولكن هذه الكتب لم تعرف الثقافة. كل كتاب يعرفها، وحتى الناس تسأل بالعربي الثقافة إيش هي. ففي هذا الكتاب سيتم تعريف الثقافة، لأنها كلمة مستحدثة بعد ما جاء التعليم العام. يعني باختصار، كان يعتبر أول ما بدأ التعليم العام في مصر في الدول العربية، من عنده أو من درس 8 سنوات اللي هو G8 أو الثاني الإعدادي يعتبر مثقف، يستطيع أنه يقرأ ويستطيع يكون كاتب. حتى كان زمان يقال فلان باش كاتب، باش كاتب. طبعا هذا التسجيل لن يكون معه التسجيلات هذه التي تسمعونها، وإنما هذه مسجلة في القناة، ترجعوا للقناة تسمعوا كل هذه التسجيلات، وهي تسجيلات تبعث كل الناس إلى التعلم عن طريق الفن. كذلك الفن، تعريف كلمة الفن كثير يعرفوها، يعني لما يجي باللغة الإنجليزية يبحث عن art، وهذا خطأ، أو لا يدي المعنى مثل الثقافة. الثقافة هي education، لأنه كل من عرف الثقافة غير education، غير التعليم، فقد عقد الأمور. يعني لو تعريف إن شاء الله يصدر في المجلة، تعريف بسيط، لأنه حناخد الطالب في سن الرابعة ابتدائي، يعني من G4 لG8، في 4 سنين تتم الثقافة. وكان موجود خطأ، أو صار موجود خطأ، ما كان، إنه كانوا أو الآن يدخلوا الأطفال من سن 6 سنوات، أما أول ما بدأ التعليم العام
كان ممكن يدخل المدارس يعني سنة أولى ابتدائي حتى 17 سنة. الآن ما أحد يقبل عمر حتى 8 سنوات. فهنا نقطة مهمة، فلذلك نحن نأخذ من سنة رابعة. يعني الآن سنة رابع مثلا، واحد ما تعلم ولا دخل التعليم العام ويريد يدخل التعليم وعمره 20 سنة، فيختبر في سنة رابعة، يعني يدرس في البيت وكذا، يختبر في سنة رابعة. يعني إذا تم تقييمه واختباره للقبول في المدرسة، طبعا في المجلة، يعني يكون يعرف يقرأ ويكتب أو بدأ الحروف الهجائية الإنجليزي والعربي، لأنه ممكن في الاختبار حتى من انتهى من سنة ثالث ابتدائي الآن ما يتأهل إنه يدخل جي فور. طبعا نحن نحو تعليم سريع، وممكن ياخذ في نص سنة أو في ربع سنة ياخذ الرابعة الابتدائي. طبعا هناك اختبارات قياسية تكون في المجلة، يعني في اختبارات كما نعرف شفهية وتحريرية. فأهم شيء الاختبارات الشفهية، يعني أسئلة وأجوبة. مثلا يأتي أو تأتي مادة الإملاء، الحروف، تكوين الكلمات من الحروف سواء الإنجليزي أو العربي، الكلمات البسيطة، يعني تيجي السؤال مثلا عن الأشياء الجديدة اللي بعد عام 2011 اللي ذكرت في الكتاب اللي سيصدر إن شاء الله للكاتب الشهير سليمان كابو. طبعا أنا أتحدث عن هذا الكاتب، يعني بس هذا الكتاب اللي هو Arabic as a Second Language تقريبا ما في مؤلف عمل الكتاب ده، فالمفروض يكون منهج في المدارس. هو يعني لو تعلمه سنة رابعة ابتدائي يكون أقوى. طبعا لازم من كتاب عشان الاختبار، فيكون هذا الكتاب هو الاختبار. يعني ممكن يدخل واحد وهو انتهى من رابع ابتدائي ويسقط فيه. طبعا لو نجح ممكن 3 شهور يعدي جي فور، ثم 3 شهور، فهي أهم شيء القبول، يعدي جي فايف. يعني ممكن يكون هو سنة خامس انتهي من سادس ابتدائي. والمرجع الكتب هي هذا الكتاب الذي سيتم إصداره، Arabic for you، للكاتب سليمان كابو، ولكن الطبعة الثامنة. طبعا من الأشياء اللي أذكرها عن هذا الكاتب سليمان كابو، كل كتبه، عنده كتب أخرى، كل كتبه يعني عنده روايات طبع منها نسخة 3000 نسخة. يعني الآن كتبه مثل هذه السابعة ما بيجي منها في السوق، فلازم تصدر التامنة. إذا أصدرنا التامنة ممكن نصدر التاسعة كل سنة يعني، وبنفس الحجم الكتاب سيكون لك، وهو كتاب منهجي، يعني ممكن يباع ب200 جنيه ككتاب فيه العربي والإنجليزي، لأنه في قواعد حتى ذكر الحروف اللي غير موجودة في اللغة الإنجليزية زي حرف العين والحاء والضاد، ورمز لها وضعها في جمل،
حتى كمان كيف تكتب العين، هو اخترع لها رسم معين للعين والحاء والخاء، فما نحتاج يجي كاتب تاني يغير، يعني حيكون هذا أساس. فإن شاء الله تطبع الطبعات كل سنة، يعني السنة القادمة الطبعة العاشرة وكل 6 شهور، لأنه بتتسارع الآن. دخل الإنجليزي من الابتدائي، يعني بعض المدارس من أولى ابتدائي بيدرسوا الإنجليزي، حتى الحكومية، فضروري. طبعا هنستخدم لغة الفن FUN، حتى الفن اختلف العرب في تصنيف الفن. يعني باختصار لو ذهبنا للغة الإنجليزية FUN نفس الشيء فن، والفن معناها باللغة الإنجليزية المرح. يعني نعطيكم مثال، أنت لما تتفرج أيا كان فيلم سينمائي تستمتع، فالفن هو المتعة، يعني غذاء العقل والروح ولا كذا، يعني يعطي راحة. تروح فيلم سينمائي سواء كان كوميدي ولا تراجيدي ولا كذا بيحرك المشاعر، أو مسرحية في رسالة في كل فيلم وكل مسرحية. كذلك ما في مسرحية ولا فيلم إلا لها كتاب، زي مثلا الفيل الأزرق، فهذا فن كون الكتاب يتحول لسينما. فمعناه أن الكتاب مهما كان رسالته هو يجب أن يكتب بصيغة ممكن ينعمل فيلم، يعني بصيغة رواية، بصيغة قصة، قصة حلقات. يعني حتى فيلم الفيل الأزرق شاب كتبه أتحول لفيلم جديد، يعني في بعد عام 2000، وصار فيلم ممكن جزء تاني وتالت ورابع. فكل الأفلام زي سكريم، معروف فيلم سكريم الفزع أو الصرخة، وفرانكستاين وكذا وأشياء كثيرة. يعني سامحوني على قد يكون الآن حتى أفلام كرتون صارت مسلسل، ميكي ماوس وميكي، مجلة ميكي. فهي الاستمتاع، يعني أنت مثلا بتتابع مجلة ميكي كأنك قريت مجلد، يعني إصدارها مثلا شهري أو كذا. فإذا الفن أيضا زي الثقافة، يعني كثير من الناس بيكتب كتاب عن الفن يكتب يروح للآرت. الآرت هو يخص فن الرسم بس، يعني هنا للتبسيط، وتاريخ الفنانين الرسامين بالريشة. ففي الرسم على الجدار الآن، وفي بالبوية، وفي بالريشة، وفي بال، وممكن يدخل النحت اللي هو ما فيه كلام، يعني أفعال بدون كلام. أما كتاب زي كتب طه حسين أو زي مثلا المنفلوطي العبرات والنظرات، طبعا بعضها مترجمة، ماجد لين، أرسل لوبين، شارلوك هولمز، أغاثا كريستا، ففيها فن بتصور المكان وبتصور طه حسين ونجيب محفوظ، وكذلك الشعراء، شعراء الغناء، الأغنية فن، تجد الأغنية قصة، زي مثلا أغاني رامي، أغار عليك من نسمة الجنوبي، وكذلك رباعيات الخيام،
يعني في علم ورسالة عن طريق الفن، فالفن رسالة. إذن الفن ما هو الآرت، وهذا سوى ربك. يعني لو استمرنا الآن بالإنجليزي نقول الفن هو الآرت، واقعين في نفس المشكلة. فهنا في المجلة، ونشكر طبعا الكاتب سليمان كابو اللي هو مشاركنا في المجلة، ونشكر المخرج وحيد حافظ اللي يعتبر عنده الفن. يعني نقدر نكتب كتاب في المجلة حينكتب إن شاء الله، مثلا زي الأدابتيشن. الأدابتيشن هو التغيير أو التقليد، يعني مثلا زي الفنانة لبلبة هي عميدة الأدابتيشن، يعني بدأت. وزي المطربة يسرى محنوش بدأت من هي صغيرة 7 سنوات، وكذلك لبلبة تقلد إلين أصبحت تعمل أفلام وشخصيات. وعشان تعمل الشخصية زي لبلبة تروح تقلد، تروح تتقابل مثلا شخصية في فيلم إنه تكون هي، طبعا المقابلة هذه موجودة، تكون هي مثلا في الفيلم تمثل طبيبة نفسية، فراحت زارت الطبيبة النفسية وشافتها وقلدتها في الفيلم بدون ما تدري. لما جاء الفيلم حضرت معاها، فقالت لها الطبيبة قلدتها طريقتها في صوتها في كله، عشان تقدر تدخل جوا الشخصية. مثلا ممثل بدأ يقلد ممثلين، لازم يقلد مثلا فريد شوقي، يقلد أحمد زكي، يقلد كذا، يعني يقلده في الصوت. التقليد في الصوت وليس في الحركات. يقلد إسماعيل ياسين في الصوت، يقلد ياسر العظمة. يعني لما يقول في التقليد وهذا كأنه ياسر العظمة. فأقف عند هذا الحد، وأرجو طبعا الباب مفتوح في المجلة في العدد القادم، لأن هذا العدد الافتتاحي إن شاء الله في 2023 حتكون 5 أعداد، والمجال مطروح للكتابة في الثقافة. مثلا أضرب مثال على الثقافة، ثقافة المال، النقد. ليش في ورق؟ والورق ايش هو ده؟ مثلا الدولار، الجنيه، الكذا. وليش في معدن؟ يعني اضرب مثال سريع، لو عندي 100 جنيه معدن، وعندي 10,000 جنيه من 200 جنيه مثلا ورق، حطيتها في ميزان، يعني افترض انا بدي استفيد من الفلوس، فتكون 100 جنيه اكثر من 10,000 جنيه كمادة سلعة. وحكاية انه العملة تصير سلعة الآن تضارب عليها وكذا، فهذا خطأ. يعني سلعة كيف نشتريها بسلعة؟ السلعة هي الذهب، هو نقد أو المعدن وكذا، نشتري به السلعة. بس كيف نشتري الدولار بالجنيه الورق؟ لكن بالجنيه الذهب، فهذه نقطة مهمة ما أحد أتطرق له، وهي بسيطة جدا. طبعا في المجلة في صيغ فنية لتعليم الناس حتى أو في سن جي 8 اللي هو 15 سنة. شكرا وإلى اللقاء. أرجو إنه هذه الرسالة اللي حنسميها هاشتاج